ويمكن شوشه كان من السنه اللي فاتت كان بيقول سد الرافع محافظ شمال سيناء سد الرافع حاجز لي 5 مليون متر مكعب مية عشان الزراعه. يعني ده اللي عمله محمد علي سنه 1841 في اخر ايامه. المهم يعني انا عايز اقوله ان دي على العقيده. يبقى هنا العقيده بتاعته من العريش الى الفرات. طيب ايه السياسه بتقول ايه؟ هرزل لما جه حط الخريطه بتاعت اسرائيل الكبرى. هرزل لما عمل المؤتمر في 1897. بالمناسبه هم ما بيسموش المؤتمر هم بيسموه الكنيسه الاول. ما يسموش المؤتمر. لان الكنيسه الاول كان هرزل عشان يألف بين الحكامات اليهود كان 420 واحد وكلهم مختلفين. صحيح. فقال لهم انا جايب لكم المؤتمر ده هعمله اسمه الكنيسه الاول عشان انتوا اللي بتحكموا، لان الكنيسه ده حلل في الرب رغم انه علماني. حلل في الرب. يعني في اتجاهات انه ملحد. يعني ملحد يعني تماما. خلينا في العلمانيه بس. يعني اسهل شوي اسهل شوي. فعمل لهم الكنيسه بقى في حلل في الرب طبقا لروايه في التوراة في التلمود ان الرب حلل في ما اي مؤسسه تعمل لصالح اسرائيل صالح اليهود. فالكنيسه ده حلل في الرب، عشان كده الكنيسه عندهم لما يقول قرار ما يرجعوش فيه. لازم الكنيسه اللي يلغيه مش حد تاني. يعني شارون لما جه يفك المستعمرات في سينا لما السادات لما الشنط وعايز يمشي اتصل بيجن بشارون وقال له الحقني هات لي قرار من الكنيسه. فجاب له قرار من الكنيسه بفك المستعمرات. فما فيش ما بيمشيش هو شمال ولا يمين الا بقرار من القرار من الكنيسة لانه حلل في الرب يعني. المهم فهنا يبقى هنا هم حتى بقى فكرهم ماشي مع الفكر اللي انا بقوله ده ولا لا ماشي مع الفكر ده. بدليل انك انت لما جيت في معاهده السلام كان مصر ان العيش يبقى معاه. وانت كنت مصر على ان الحدود الدوليه. ولغايه ما وصلت الحدود الدوليه. لان هو في العقيده انه الدوله من العريش. السادات مات من هنا راح مقدم لحسن مبارك تبادل الاراضي من هنا. ياخد العريش ورفح يوسع فيهم للفلسطينيين ونحل القضيه. ونديكوا حته في النقب. احنا عم ناقصين صحراء. صحيح احنا عندنا كتير. فبالتالي رفض حسن مبارك اربع مرات. 83 اللي هو قدموا المشروع ورفضوا. 1994 بعد حرب دي المره الثانيه بقى. بعد تحرير الكويت. عشان كان فيها يعني بيطمعوا انت عندك ديون 52 مليار. فهنشيل لك 26 بالحرب. وفضل 26 نشيلهم لك بموافقه على ندخل العريش تبادل اراضي. فرفض. جابوها له بقى في 2004 بعد ما استخدموا القوه في تدمير العراق. رأى ترهيب بقى. كان نوع من الرساله يعني. انه لو ما استجبتش فممكن فاحنا خلاص احنا بقى موجودين دلوقتي نعمل في كده عايزين. فرفض. فراحوا مدينه جزء عدم دخوله الولايات المتحده الامريكيه. قعد فتره. ده على طول يعني. فده رفض. عملوها لك باخر مره في 2010 في 2011 لما زرعك الارهاب في العريش ورفح. ليه؟ لا احنا بنقول ارهاب بيتزرع في الحرب في الحرب الجيل الرابع بين الجيوش او في المنطقه الاقتصاديه اللي توقف نمو الدوله الهدف. لكن انت زرعته فين؟ انت زرعته بعيد عن الجيش. في رفح والعريش وما فيش اي اقتصاد هيقف هناك. لان هو كان بيبتغي اقامه اماره اسلاميه متطرفه فقيره يقدر يصرف عليها فتوافق على تبادل بالظبط يقدر يسيطر عليها فيبقى خد الارض. عشان كده انت كان عندك هدف استراتيجي القضاء على الارهاب باسرع ما يمكن. باسرع ما يمكن. انت هنا مش كنت بتحارب الارهاب، كنت بتحارب مخطط. مخطط وفكر اكبر من الارهاب. هو فكر موجود. ده الارهاب ده كان اداه. ده وسيله اللي هو عايز يوصل يوصل عايز يعمله. وده حقيقي الواحد يعني بيسمي في الاجراء بتاع قيادة السياسية للدولة انها كانت صح. لمواجهه الارهاب بشكل كامل. وعارف الموضوع ده صحيح ما قالتوش علني لكن كان التنفيذ كان كده. كان لازم يبقى كده. ومن هنا انت بتامن حالك فتشوف انت كم محاوله للحصول على الرجوع الى العريش مره ثانيه. ده الهدف بتاعه.